يا هلا والله. فيديو النهاردة هيكون عن الكعب العالي، ما بيتخافش علينا بيتخاف مننا، بعنا شوك على طلعنا على الترند. ولكن يا باشا من غير ما اطول عليك، حط لايك الفيديو، اشترك في القناة وفعل الجرس. كذا مرة بقول لك اعمل كده ولا بتعمل حاجة من دي ليه؟ وش في حاجة غلط؟ هو في بس مش قوي، هو في لكن مش قوي. وتابعنا على الانستجرام ودعواتك لفلسطين وخلينا نبدأ. تعال يا جماعه، اصحاب الاغنيه لابسين الحته الزفره اللي على الحبل وطقم العيد وطالعين يعملوا على الاغنيه، حقهم الاغنيه مدغدغه الدنيا. ولكن اللي بعده غير 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 ده لما امك تضرب اختك وانت ما تروحيش تحوش عنها، هتلاقي تحت الضرب بتعمل كده. اللي بعده شمال تقدر نفسك، فرقه كله بيشرب منها، باي ما ترنش علشان مش جاي. جدعه قوي، عارفه تنقي الاغاني اللي تليق عليك، برافو فن الاختيار. اللي بعده الدنيا هتنسيك، هنفكرك يا ابن احنا مين، نسور فردنا جناح ونام وارتاح. ايه الخم ده؟ المفروض كنا نشوف الجناح وهو بتفرد، المفروض بتقولي فردنا جناح تروح لف عشان نشوف الجناح، ده خم وكروات. فمش هكمله. اللي بعده احمد، شو رايك بالروج الجديد؟ يا ساتر يا رب، ايه ده شائع كتير الصراحه. جد؟ اه والله. ايمن اخيرك ولا اصلك؟ ايمن اخيرك ولا اصلك كلب؟ انصحك لو خاطب روح اتسخ، ولو مرتبط بيها سيبها، ده منظر بق. اللي بعده اختي بعد ما اتخطبت اياك تلحقني مخطوبه مخطوبه. دي عشان اتخطبت بقى يا جدعان، هتقعد تنزل لنا بام الدبله بتاعتها لمده شهرين كاملين وتعملها محتوى، لكن يلا الف مبروك. اللي بعده الله المسج اشتغل. انا دلوقتي عايز اعرف حاجه بس، وايه اللي يمنعك ان انت تشتري العربيه دي؟ معيش فلوس. عشان فقير فقير فقير. اللي بعده حبيبي بدي اعمل بيض اتعشى بس ما بعرف كيف، فيك تقول لي؟ لك ماشي يا قلبي، كتير سهله، بتجيب بيضة بتحطيها على النار وبتحط فوقها معلقة ملح بس وخلصت. اوكي تمام هيك؟ لا مش اوكي ومش تمام هيك ابدا، رح تفقع بوشك البيضة. اكره ما عليا الاستلباط بتاع البنات بجد، يعني حاجة تفقع المرارة بجد. قال لها بيضة وعليها معلقة ملح، وانت بتنقي معلقة ملح هتعملها مش، وهي بقى يعني بقى عشان بنت كيوت بقى ومش فاهمة في المطبخ، فراح جايبة البيضة حطها على عينه وحطها. بيضة 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 ولا معي بيضة 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 بيضة. شكلنا نستخدم الأغنية دي كتير. اللي بعده فضحتهم الكاميرا. بعدين انتوا الاثنين اتفضحتوا واللي كان كان، يلا اهلك شافوكي كده كده، يلا تاخدين لك علقه عشان تحربي. معرفش انا ايه الشاب القليل الادب اللي يروح يقابل بنات من ورا اهاليهم، ما عندكش اخوات؟ ها قله ادب. الحمد لله. اللي بعده كدية بوما، شايفين هنا هو عالساكت ايوه يا عمالة تسكتش شغالة وبعصبية، شايفين؟ اكره ما عليا النوعية دي، ما بتكملش معايا 3 شهور. اللي بعده ايوه احلى حاجة النسوان، ايه يا عم الحاج ده، انتوا المصريين بتحبوا العراقيين قوي، ايه يا عم الحاج بدك مرة فيها روح، ده انتوا المصريين ناس على راسي من فوق. ليه كده يا باشا؟ قولي لي ايه اللي مضايقك؟ ده قليل ادب ما يفهمش حاجه. اللي بعده بحب اللي بيجوا يقلدونا في الفيديو، احسن ناس زي ما العراقيين، ما بشوفش منهم غير كل خير والله. اللي بعده 44000 جنيه سعر الشوز اللي وريه لك، لوي فيتون، تعالى بص على الراجل كده اتفرج كده على السعر، 950 دولار 47000 جنيه تقريبا. يعني مش كتير، 47000 جنيه يعني عادي، يعني ممكن يجيب بيهم شوزه يعني عشان يبقى كعب عالي امشي مع الترند. اقول لك في مومنتو نعمل كام، بس افرجك على حاجه مميزه اول مره تشوفها في حياتك. تعالى بقى اتفرج كده، بص تفاصيل الاوريجينال، كل تفصيله في الاوريجينال، بص السبير كل حاجه، كتالوج بكل حاجه. تعالى افرجك بقى على لون اول مره تشوفه في حياتك. تعالى هاي بقى ترند كده، انت هتقول لي تستاهل الرقم ده،
هقول لك طبعا سعرها كام في مومنتو هنا. خلاص بتصنع ازاي حاجه كده بجد وهم الوان. بص يعني مش حلو على فكره والله ما بكذب. وبعدين انا ما بحبش الكتاش اللي فيها الوان كتير. وبعدين ماله كوتش بتاع جنينه مول؟ جنينه مول وشوفوا الحلاوه والشياكه. اها ماله جنينه مول اشيك من اللي في ايدك وربنا اهو. ماله كله بيقضي الغرض. وبعدين الوان مش لاقيه مع بعضها، برتقاني مع كرومبي، يعني ايه ده مع ابيض مع رمادي، مش حلو. اللي بعده لحظه ادراك ان الاب لم ينجو برجلا. او شي ايه ده، دي بنت يعني ولا ولد؟ بنت. اه هنا الاب. ايه بص على ايه احا ايه ده المنظر ده يالا؟ لمس الصنختك ايه ده؟ الحمد لله اللي زعفان. اللي بعده رب يستر فيك والعرب يفضحوا فيك. ايضا الظروف التي المحيطه بالحادث مما يجري داخل الاراضي المحتله في القدس الشريف. ده بيفكرني بيه وانا بصور فيديو شايفني. اللي بعده الكعبه عندي بعيد بعيد خليك هنا محاربين الدنيا هتسيك هنفكرك يا ابني احنا مين نزور فرد نجناح ونبو رتاح هو التسعه. دي واخوها بيعملوا تيك توك على فلوكا في النيل عشان خاطر العيد وكده. اللي بعده لما تتخد بيه. الو الو شيماء. الو الو بقول لك عملت تثبيت لتطبيق الواتس. يلا نتكلم. شيماء شيماء وانت ما فيش شبكه عندك ولا؟ الو الو شيماء الو ما بتردش ليه شيماء؟ انت ما مسحتي التطبيق ولا ها؟ تطبيق اهدي النبي يا جدع. تطبيق اه. الو طب ايه ليه بتقول الو كتير ليه؟ ليه انت مش بتتكلم في تليفون؟ انزل تطبيق ثاني نتكلم عليه. ده انا نزلت عشانك التطبيق الواتس والفيسبوك. ده انت بقيت منحرف جدا. والانستجرام. يا ابني ايه اللي انت بتقوله ده؟ في ايه؟ بقول لك انا ممتن ليكي جدا ان انت عملتي لي اضافه عندك على الواتس. انا اسمي على الواتس مصطفى. انت بقى اسمك ايه؟ مسجله بنفس اسمك ولا ايه؟ بنفس اسمي. بنفس اسم. ايه ده مين الراجل ده؟ ممكن اعرف؟ وانا خبك عشان تبعتيلي صور رجاله. مين ده؟ انطق بسرعه بكلمك. سخيها واطلعي اجري بسرعه، اوعي تقعدي دقيقه. اللي بعده يا بنت ايه نوعيه الفيديوهات دي؟ احنا ضهرنا بيوجعنا، هنشيلكم. وبعدين مفيش حد بالاوزان دي عندنا. اللي بعده كده يبقى هو مش طايق لما يفتح فيديو كل معاك ويبقى مش بلعك للدرجه دي وينام. في فرق بين ان ينام عشان ده موعد نومه، ها؟ في فرق بين ان اول ما اكلمك اروح نايم على طول، لو اول ما ترفع عليا التليفون كده اروح وتقفلي من هنا تروحيني فاتحه كده. اعرفي ان انت مكلفه الاكله بدرجه ممكنه، يبقى هنا يجي دورك وما تقعديش وتخلي عندك دم بيطرقك بالطريق. اللي بعده البت بتعقب. عقباوي دم حامي الدنيا دايره. اللي بعده كوكي بيجري في الملعب. اوه على التمريره. واو واو على التمريره. واو اوه واو واو اوه على الباص. لا حلو كنترول ايه يا ولد. توني كروس الملعب يا عيني. شايفين خد الكرة. لا محترف بجد. مهارية جدا جدا. اللي بعده جماعة أنا شفت أكبر حركة بيكمي في حياتي. والله العظيم أنا اللي عملت مليون فيديو بقلد البيكمي. شفت الحركة دي؟ أنا خضعت قدام بيضة 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 أول ماي بيضة 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 أول ماي بيضة 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 بيكمي بيكمي. بكره الكلمة دي، هي كلمة بيكمي. وكلمة أنت جنب أنت جنب أنت 5%. انت 5% وشك في الحيط وقفاك ليا. ما بحبش التناحه دي. اللي بعده السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. عارفينها باسمك؟ ف مين؟ ما اللي بتتكلمي وعامله كده ليه؟ هي دي اللغه العربيه؟ ها ما اسمك ما ما لا ايش اسمها؟
فاطمه يا اجنبيه يا جماعه، بس ما اعرفش مين اللي معلمك اللغه العربيه تعملي مناخيرك كده، يعني كل ما تنفش مناخيرك كل ما تتعلمها. عرفتوا ليه العرب مناخيرهم كبيره؟ اللي بعده يا دول هنا بيعدوا، هو عدى بيقول له يلا تعالى، مش هتقدر محشي مع انك رفيعه، اوعى يا غبل بتاع خفيفه، البس تستاهل، عامل لي فيها توني كروس هنا، الخشبه باينه ان هي خفيفه ميه قدام عينه واخدها وماشي، تستاهل. اللي بعده سهم العيون رشاك كتير اعداء كتير حاسدين عشان هضم للشيك في الريحه والكتير. طيب ده برضه صاحب الاغنيه، ده فيلو برضه اللي عامل الاغنيه، برضه طلع تاني عليها بس طقم العيد التاني بقى، لكن لا حول ولا قوه الا بالله، رغم ان هو عامل اغنيه وطلع ترند مكسر الدنيا، بص لابس البنطلون عامل ازاي، مخيط من كل حته، لا حول ولا قوه الا بالله، شكله مجمع. حلو، نجبر بخاطره برضه عشان خاطر البنطلون مجمع من كل حته. اللي بعده انا بابي اداني 3000 يورو. خدت 500 يورو من بابا. 5000 4000 حتى ده كام؟ 50 50 كي 50 كي 50 50 جنيه. فرق الطبقات في مصر يا جماعه، طبقه ايجيبت وطبقه مصر. في اختلاف رهيب بين الاثنين، لكن اللي بعده ايه انا ما ظلمتش ياللي ظالم. عادي، ايه اللي يخسركم هو اللي يخسر، خلي عندكم دايما تقبل وتعرفوا الافضل والاحسن. اللي بعده بعدك حرام وبغرام زعلك زعلني، ده العمر يوم وانا لو هلوم هزعلك مني، وتملي جنبي وشلامي ما تبعدش عني، لو رغبت وجيت احب غروبي. لما تجرب الترند وانت منوفي. احمد عز تجمع. بعدين اهل المنوفيه زعلوا مني الفيديو اللي فات، لكن انا ما بتنمرش على حد ولا بتكلم على حد، لما كنت بتكلم على النقطه المنوفيه كنت بتكلم على الاثنين اللي في النقطه، مش بعيب في اهل المنوفيه، انا ما اقدرش اعيب في اي بلد، ولا اقدر عمري اغلط في اي بني ادم عربي مهما كانت جنسيته ولا مهما كان هو منين، لان في الاول كده كلنا واحد ومخلوقين من طين، فيا ريت ما تاخدوش الهزار وتروح قلبينه لحته ثانيه. امين بالي، واحلى تحيه لاهل المنوفيه. وبكده يا باشا اقول لك ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو، واشوفك على الفيديو الجاي. جوباي برو. جوباي برو. Goodbye, bro. Goodbye, bro. Goodbye, bro.